يكون الاستعداد للعب بسيطا، والأعمار ليست مهمة هنا، فلاعبون من مختلف الفئات العمرية يتوزعون على فريقين ليبدأ اللعب. أما المكان فهو الشارع وحسب، فالغرض اللعب والاستمتاع فقط، حتى ولو كان المكان شارعا لا تهدأ فيه حركة مرور السيارات والأشخاص أيضا الذين قد يتحولون أحيانا لجمهور متابع. يحاول الناس هنا إقامة أنشطة رياضية خاصة بهم، ربما لمحاولة تناسي ظروف صعبة تمر بها البلاد أو للتخفيف منها، ولا أكثر متعة وبهجة من كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم. يجد اللاعبون في الشارع متنفسا رياضيا يقضون به شهر رمضان. إقامة الدوريات الرياضية في أزقة وحارات العاصمة صنعاء أصبح طقسا من طقوس هذا الشهر الفضيل، والسبب عدم وجود ملاعب خاصة، ليضطر هؤلاء لإقامة دوريات رياضية فيما بينهم تحت إدارة مدرب وحكم يختارونهم هم ويتفقون عليهم. بهذه الفعاليات البسيطة تتجول الحياة بشوارع العاصمة على شكل كرة قدم، فيما تظل الجهود ضئيلة في سبيل الوصول لمتعة غائبة عن الشعب اليمني بهذه الفترة القاسية.